السلام عليكم، سعد ليومكم. معكم بشاير من قناة في هاند ديكوريشن. بدي اليوم أبسط ما يكون، بوريكم بس كيف سويت عيدياتي البسيطة. عندي هذه الأوراق ملونة كثيرة، وصراحة جودتها مو مرة خفيفة، فودي شوي أستهلكها. عندي هذا الواشي تيب، عندي هذه هي الفكرة الرئيسية، القطاعات. أساسا من زمان، مرة من سنين طلبت أبغى هذا الشكل من القطاع، وغلطت وطلع جاني هذا المقاس الصغير، فعمري ما استفدت منه. أما المقاس الكبير لا، اشتريته من محل ونفعني. بعدين لقيت في بنترست، دورت صراحة قبل ما تطلع ما شاء الله على بناتنا الملفات المجانية اللي منزلينها، لقيت هذه، بحثت من قبل في بنترست ولقيت هذه، وحلوة تنفعني لأنها بالإنجليش، وأغلب يعني أغلب الأطفال هنا متعودين يقرؤون الإنجليش أحسن من العربي. فصراحة حاولت إني آخذ الأشكال، المربعات والمستطيلات أسهل في القص، وبالذات إن ما فيها هذه الدوائر حقت الخرامة، لأني ما أبغى أخرم، أبغاها ألصقها تلصيق. لكن بوريكم إيش سويت فيها. قصصتها، بعد كذا الدوائر والأشكال اللي فيها مكان الخرامة قطعتها عادي، ما صار شيء، شكله حلو. يعني ما حد عارف ايش الشكل اللي قبل، وحتى المستطيل صغرته بحيث اني الغي مكان الخرامة. لصقتها ببساطة بهالشكل على الاكياس، بعد كذا بالخرامة خرمت من كل شكل، من كل لون، يعني من كل الالوان مختلفة، ولصقتهم بالطريقة. ما شاء الله كان عندي 30 كيس. شكلها هذا اللي انا ابغاه، يعني كلام والوان وبهجة، ويعني وبساطة. مرة حبيت شكلها، مرة عجبتني. احنا في كندا ما عندنا حظر، لكن في عندنا منع عند التجمعات، فأفكر انه يعني هي طول الوقت انا اعقم فيها واعقم في الاغراض، فقبل العيد بيوم يومين اننا نوزعها ان شاء الله ونعقمها قبل. هذه بكل بساطة ثبتها بالدباسة، دبست الورقة الكبيرة من ورا على اساس اني اسكر الكيس واثبت الورق معاه، والصغيره من فوق اما بالغراء بحيث انه ما يبان يعني الدباسه. وكان عندي فكره اني استخدم اللاصق هذا الملون اللي هو كان بالجلتر، بس انه تعبني، ما اعرف ليش مو راضي يمسك، فاضطريت اني احط له كمان غراء، فقلت يعني خلاص ما يحتاج. حسيتها كذا ببساطتها مره حلوه، انا مرة عجبتني، واحس اني وصلت للي ابغاه، الوان وبهجة وبساطة وكلام معايدة. اتمنى انها عجبتكم وافادتكم والهمتكم. ممكن تسوونها باي شكل، دوائر، مربعات، مستطيلات، بس احس الفكرة في الالوان وفي الكلام المكتوب على الاكياس. ان شاء الله يا رب. انا عارفة ان عيد مختلف، بس ان شاء الله انه يكون يعني في شيء من التميز وفيه فرحة والبهجة اللي انتم تبغونها.